عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع النمو المتواصل للمحتوى المرئي على شبكة الانترنت، يتوجه الكثير من صناع المحتوى إلى موقع اليوتيوب لتدشين قناتهم الجديدة والبدء بإنشاء الفيديوهات، ضمن منهم أن تحقيق الشهرة الواسعة على المنصة ستكون عملية سهلة. لكن يواجه الكثير من المستخدمين صعوبات شتى في نشر قنواتهم والحصول على الشعبية اللازمة، خصوصا مع تجاهل بعض صناع المحتوى للنصائح والممارسات البسيطة التي تساعد في تحسين شعبية قنواتهم. لذا إن كنت قد بدأت قناتك على اليوتيوب للتو أو ترغب بزيادة شعبيتها، فإني أقدم لكم على كل فيديو بعض النصائح الخفيفة التي تساعدك للعمل بفعالية على المنصة وزيادة شعبية قناتك. نصيحة اليوم: حاول إنشاء محتوى جديد حول الموضوعات الرائجة في مجالك أو الأخبار المثيرة للانتباه والأشياء التي يتحدث حولها الجمهور. أتمنى نكون فدتكم بهذه النصائح البسيطة، وما تنسونيش وما تبخلوش عليا بلي لايك وديروا لي أبوني، وشكرا لكم بزاف بزاف. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، والسلام عليكم. بخير، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا والف مرحبا في قناه يوميات ام شيماء اللي هي القناه ديالكم. شكرا لكم بزاف على اي واحد دخل القناه ديالي واشترك، وكاع الناس القدام والجداد مرحبا بكم، والدار داركم وعلى راسي وعلى عينيا. ونتمنى هادشي كنقدم لكم يعجبكم، شي حاجه اللي هي بسيطه وشي حاجه ديال الدار، وكنشارك معكم اليوميات اللي عندي. اي حاجه كنديرها راه كنشارك معكم، ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه، والله يسهل على الجميع يا ربي يوفقنا جميعا. اليوم ان شاء الله غنصاوب سندويتشات. اللي قادر يصاوب دوك الخبز ديال السندويتشات انا كنت بنصاوبو، ولكن الوقت ما بقاش ليا، يعني جبت انا غير الخبز شريته وهو باش غنعمر السندويتشات. المهم انا اللي زدت عليهم مره شحال خطره كنشاركهم معكم، اللي زدت عليهم انا هادشي اللي عندي. درت غندير شويه ديال الخوص وشويه ديال الفلفله والبصله ومطيشه والدنجال، حتى هو الباذنجان، وشويه ديال القزبر وشويه ديال المعدنوس، وغندير فريت حتى هو غادي نقليه مع هاد السندويتشات هذا. وبالنسبه للتوابل غندير شويه ديال التحميره، ماشي غنديرها كلها، غندير شويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار وشويه ديال السكينجبير وشويه ديال الكمون وشويه ديال الملحه وزيت العود باش غنطيب هادشي. ومن بعد لا غنقلي سينو لا غادي نقلي بالزيت العاديه. انا غندير شويه ديال الزيت العود، غندير البصلة، غنزيد عليها اللحم، thank you.
طيب. زبور مجنوس. صدقوني راه هاد الساندويتشات هادو مهم، هاد الحشوة هادي ديال الساندويتشات كتجي زوينة، غير جربوها وغير تأكدوا بأنها غتجي تعجبكم بزاف بزاف. ما كتشد بزاف ديال الوقت، راه دغيا كطيب يعني ما كتشد ليك. غير كندير انا ما كنخوش يعني ما كنديرش كلشي في الطرا، كندير الحم هو الاول كتبقى تقلى ليا مع البصلة، عاد باش كندير القلب، عاد باش غندير واحد شويه ندير الحبه، عادش نديرهم كلهم في طرا وحده، حيت كل واحد كتاب ديالو كيفاش كيكون الحم تاب ديالو بوحدو، وكذلك الحبه ولا القلب. غندير نحك واحد الثومه وحده، ما بغاش ما يديرهاش ما يديرهاش، المهم حتى هي كتعطي واحد اللذه زوينه. غنحرك دابا كتجي المرقه فات رقه فات رقه. هاد البطاطا هي غنزيد ليها واحد شويه الملح هنايا، وغندير عليها واحد شويه ديال الدقيق، هذاك الدقيق باش ما يشربش بزاف الزيت الفريت، كان عليا نشفها من الاول. المهم هادي كل مره كيفاش كنصاوبها كتجي مقرمله وكتجي دغيا ما شربتش زعما داك الزيت ديك. المهم الا بغيتي ديروا لها التتبيله ديالها ديروها، حيت انا عندي كلشي مشرمه، داكشي ما غنديرش، ما غندير لها لا تشرميله لا والو. اللي كان ندير فيها البطاطا كنقليها في المقله، يلا بترمي البطاطا داك الزيت عوض ما ترمى في داك الزيت طارت، لان رميت البطاطا الزيت ترمات ديريكت على رجليا، مع انا رميتها بواحد الجهد والله الا تا صافي عرفتي العافيه، حس بالعافيه شعلاتيها فاسميتو فالحمد لله. الحمد لله ضروري ما هادشي في الكوزينه. غندير دابا مطيشة، غنخليها دابا شوية تشحاب ليا ومن بعد غادي نطفيها. هاهي لاصوص ديالنا، هي راه يعني مريقة انا نقول لكم من داكشي. نفس الديكور نفس الشيء درتو اللي درتو البطاطا درتو الفتة حلوة، دغيا كطيب ملي كديريها في الدقيق شوية ما كتشربش بزاف الزيت، ما كتكونش دغيا كطيب ما كتشربش فوق بزاف.
صافي راه بقيت على الكبده والقلب وسميتها صافي راه بقيت عليهم دابا صافي طابو المرقه حتى هي راه تبارك الله راه ما بقاش مازال يعني شربات لي هذوك سميتو هاي المرقه ديالي راه بقيت عليها دابا بما نوجد الفلا حلوه والدنجال ونرجع معكم ان شاء الله. المريقه ديالنا راه وجدات تقريبا صافي وجدات ماشي تقريبا وجدات والفريت ديالنا والدنجال والفلفله حلوه والخس وشويه ديال الهريسه اللي بغاها اللي ما بغاهاش يدير لا مايونيز ولا يدير شي حاجه اخرى ولكن لا مايونيز ما كاينلاش لان هذا راه فيه كلشي هذا راه فيه مريقه وفيه صوص وفيه كلشي ما كاينلاش نديرو شي حاجه اخرى نزيدو على هادشي اللي بغى الهريسه هي يديرها كيجي زوين عاوتاني الا كان شويه حار تقدروا هادو عاوتاني هادشي اللي عطيتكم دابا تقدروا تدخلوا تعمروا به ساندويتشات صغار ولا البانين ديروا في بانيني يعني ديروا فيه شحال من حاجه انا ما عنديش يعني الوقت الكافي كان الخبز جبت الخبز وهو باش غنعمرها الساندويتشات هذا والله الا صدقوني ماشي كنحلف على شي حاجه ديال الا كيجيو ولداد جربوهم ان شاء الله وردوا لي الخبر دابا ان شاء الله غنعمرهم كاملين قطعتو هكا على جوج غندير غير ساندويتشات صغار بالنسبه للدراري غير بحال هكا نقطعهم تقدروا ديروا نتوما اي خبز ماشي ضر اي حاجه ديروها عمروا بها الساندويتشات ديالكم وبالنسبه لغادي شي بلاصه تديو معكم راه كيجيو زوينين كيجيو زعما تبارك الله كيشبعوا اول حاجه غنديرها غندير الخس غنفرش الخس هنايا وغندير المريقه ديالي حتى هي هنايا نزيد واحد شويه دابا هذا ديالي خصني نعمرو كنضحك معاكم ولكن مره اخرى كنديروا هاد القضيه هادي نعمروا الساندويتشات ديالنا حنا نتهلاو في راسنا علاه يصاوبتو خصني نتهلا في راسي دابا غندير شويه ديال الفريت وغندير شويه ديال الفلفله وغندير شويه ديال الدنجر ولا بغيت ندير من الفوق الهريسه الحرور ندير من الفوق هنا دابا غندير الفلفله ديروهم في البانيني تسدو عليهم انا غندير واحد شويه ديال الهريسه من الفوق وغنسد عليهم ان شاء الله ونرجع معكم باش نوريكم كيفاش غيكون شوفوا تبارك الله شحال خرجنا ديال الساندويتشات واحد الكميه اللي هي تبارك الله لا باس بها تبارك الله ما شاء الله نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وتجربوا هذا الشيء البسيط لا ماشي حاجه قليله درنا شي حاجه اللي هي كثيره راه تبارك الله ديك الخضره اللي درنا لي الفريت وداك البطاطا وديك الفلفله حلوه ويعني وداك الصوص اللي درناه تبارك الله عطى ديك الكميه الكثيره والخس تاعو المهم نتمنى هذا الفيديو البسيط يعجبكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وشكرا لكم بزاف بزاف من اعماق القلب والله يجعل صدر ربي يوفقنا جميعا وكنتمنى يعني هذه القنوات الصغار كلهم يكبروا الصراحه راه كلهم محتاجين للدعم وكلهم محتاجين المساعده واي واحد تيدخل راه يعني كيتعاون معنا ما فيها باس نتعاونوا مع بعضياتنا نكونوا يد وحده والله يوفقنا جميعا يا ربي وشكرا لكم بزاف بزاف وسمحوا لي كثرت عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.